فقرة التنمر عن حاجة. يوم 17 سبتمبر 93 توفى إلى رحمة الله الملحن والموسيقار الكبير أستاذ بليغ حمدي. أستاذ بليغ حمدي عنده الحقيقة تاريخ كبير جدا، كان أصغر ملحن لحن لأم كلثوم، عمل لعبد الحليم حافظ ألحان كتير جدا، عمل وردة، كان هو وردة يعني دويتو عظيم، وغيرهم من الفنانين والفنانات العظام. بليغ حمدي ظاهرة فنية على فكرة، ويمكن اتكلمنا عنه، كان في وقته حاجة غريبة إن يكون في ألحان بهذا الشكل. بليغ حمدي عمل أغاني وطنية كتير جدا لغاية دلوقتي لما بنسمعها، يعني أما بتعدي مناسبة وطنية على مصر ما بنفتكرش غير أغاني بليغ، يمكن أو من أبرز الأغاني طبعا، لأن احنا عندنا أغاني وطنية كبيرة وكثيرة جدا. على الربابة مثلا، يعني وأنا على الربابة بغني اللي اتعملت يوم 7 أكتوبر 73 بمجهود فردي وذاتي من كل الفنانين، من أول وردة لغاية العازفين اللي كانوا بيعزفوا في هذه الأغنية، كله كان متبرع بأجله عشان حاجة واحدة بس، عشان خاطر مصر. هنشوف دلوقتي فيديو صغير عن بليغ حمدي ونرجع لكم ضد التنمر. وبعدك ما فيش، ما فيش أنا المزيكا الاوفرتين الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه، فضحكت وقالت لي اسيبها يعني. فسبت ما ممكن يخش كده وتفتح الستاره تخش على طول، قالت لي سيبها يا ابني سيبها. عبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يصل يعني يوصل العمل الفني وكل ملامح اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. ما شفتوش من شهر ما شفتوش. اللي فات من عمري بعيدة وانا قد اللي جاي من عمري بعيدة، اني اغني واقول تعيش يا مصر.
امل النصر ليك يا مصر وليك.